استمعنا مع مطيع. يشاء الله بنا خدامين على اساس نكونوا. انا من جهتي في الطلبه كانوا عندي الليسي، من الليسي بديت كنكون خلايا، وكانوا الدراري اللي هما يا شويه كبار كنديروا لهم جلسه ديال التكوين بحال كنا كنعملوا في التعليم. زي اليوم انا بهين شي شويش كنعمل معاهم دروس اسلاميه، كيفاش تحل الموضوع، كيفاش كذا، ونجيبوا داك الشيء اللي كيطرحوا اليسار يهدموا به الاسلام، حنا كنعملوا النقيض ديالو. الثوره الثقافيه كيفاش تكون الثقافه، والثقافه ديالنا كيفاش تكون مبنيه على اسس صحيحه وعلى ملوس على اسس علميه، وحنا يا مسلمين وعندنا واحد القران العظيم اللي هو كلام الله بهذا الشكل هذا، باش كندخلوا المسائل باش تكون ايمانيه حقيقه بالايمان، ماشي غير بالفكر، الفكر اليابس، الفكر الجاف اللي ما عندوش واحد الايديولوجيه بيتوجهوا هكاك. هكذا بدينا كنربيو في هذا الجو هذا، كون واحد العدد ديال المعلمين والاساتذه داروا جماعات ديالهم في جميع انحاء ديال الدار البيضاء، في سمو في الحي المحمدي، في حي السباع، في كل مكان. داكشي اللي هضر لي عند الاستاذ عبد الكريم مطيع مفتي ديال التعليم، وكان عنده النفوذ على الدار البيضاء كله، كيستطع يتصل وكيتصل يجمع. فكنا هذا اسمه خدمنا هذا اسمه ديالو هو ديال الاتصال بعموم اسمه الدار البيضاء. فكنا هنا هذا المجمع اللي هو الشبيبه الاسلاميه، لان عندنا سابقه اسسنا الشبيبه الاستقلاليه مع الشيخ سي بوشتاش الجامعي من ايام الاستعمار. هنا خدينا نفس الفكره، درنا حتى تكوين الشبيبه الاسلاميه. فهنا بدينا كنربي ولادنا. يشاء الله شكون اللي غادي اسمو ديالو اللي غادي يدير اسمو ديال اسمو مع السي عبد السلام ياسين، هو الاستاذ مطيع. كانت علاقه بيناتهم قديمه، ولكن لما مشى السي عبد السلام ياسين للبولشيشيه وكذا ما بقيناش معلقين عليه، قلنا على صافي بداتو الطرقيه لا فائدة زينا فيه، عرضنا عنه. ولكن يشاء الله ما شاء، في هذه الفترة هذه هنا اللي حنا ما بقيناش اسم الموضوع، فين غايجينا الضربة؟ غايجينا الضربة على أن سي اسمه ديال الحزب الشيوعي سي علي عتا كتب في زوالية البيان من يحرك هؤلاء؟ بدا الصراع ديال الدراري ديالنا الاسلاميين مع الملحدين الاخرين كيدعيو للاضرابات والاخرين، حنا كنقول لهم لا ما تدعوش للاضرابات، كيقولوا كيفشلوا لهم الدراري ولا كيفشلوا الاضراب ديال اليساريين في الليسيات. القضيه ولات الى حد ديال العنف بعضياتهم ولا كيتضاربوا. كتب اسمه من يحرك هؤلاء علي عتا. سي عبد السلام سي مطيع اخذ التليفون، اخذته الغيره وضرب التليفون لسي علال الله يرحمه الزعيم. ضرب لي التليفون قال له استاذ علال الفاسي، انت كتبتي الدفاع عن الشريعه وانت كنت كنعتبروك انك انت هو الناطق الرسمي ديال الاسلامنا، كيف ما استطعتي شيء جاتك الغيرة على اللي كتب في البيان من يحرك هؤلاء؟ ما عرفتيش شكون هو. كأننا أزلنا الغطاء على وجه على عينين سي علال. لأول مرة غادي يكتب مقال في العالم تحت اسم المستعار خايف من الحزب ديالو.
العنوان شنو هو؟ شباب البيضاء يتحرر من عقدة الخوف. شباب البيضاء يتحرر من عقدة الخوف. أول ضربة رد بها على عليها.